وفق نافلة من مارتي كاسيرس، كان بنزيما، رونالدو، جول. اللاعب نيكولاس نيكولو، المباراة بقت سريعة 1-1 حتى الآن. أدي التحرك والاستلام من جانب اللاعب اللي بيحاول كيخان يلعب إلى فاندي اللي صلحها حلوة قوي. وإجوايان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لكن تصليحة حلوة قوي من فاندي. وإجوايان يأكد، بيقول له بأكد بأكد. إجوايان يسجل في هذه اللقطة